السلام عليكم، مساء الخير. الحجة اللي وراي دي هي لاقتني في كنت في الحته الحلوه ديك، فوريت انه انا فتش على الجداريه، وريت صورتك قلت لي تعال اوريك ليها. جابوا ثاني في الحته دي، واكتشفت انه في جداريه ثانيه او ثلاثه اشوفهم مع بعض، بس مش كمل دي نكمل. قلت لي وير ذا ماسك، قلت لها والله بس كان عندي واحد وراح وبعدك لقيتهم بعدهم. قلت لي دينجرس، قلت لها انه فبس. قلت لي اول مره تجي بينك، قلت لها اخر 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 يوم لي للاسف يعني. شكرا، رايح كوالا لامبور، نشوفهم مع بعض. طبعا الجدارية دي شكلها كان كده في اللي اتعملت اول مره، كان شكلها كده، عارف واضحه ولا لا؟ بيجي شكلها كده. اللي اشتغل اسمه اشتغلت جوليا فولتشكوفا، حاجة زي دي، في المكان ده. شفت شكل البيوت هنا كيف؟ كده انتهينا. ازول وراي ده يعني انغزني من الكلب اللي قاعد هناك الكوريك سيدو. انتهينا من اللايف، نشوف اخر اثنين جنب بعض، ما تبع البروشور لكن رسم حلو برضه. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.